دابا بعد ما قديت الحليوات درتهم في البلاطو، هذا الشيء اللي بقى ليا هنا. كاين شي حليوات كاع ما درتوش، بحال هادي بحال هادي ما لقيتش فين نديرهم، ماشي مشكل. المهم هانتوما البلاطو كيف جا. وعواشركم مباركه وعيدكم مبارك سعيد وبالصحه والراحه. دابا غادي ندير معكم الحلوه ديال اللوز، غريبه ديال اللوز او الملوزه. غادي نحتاجو نص كيلو ديال اللوز مسلوق ومقشر ونشفتو شي شويه حيت دابا غادي نستعملو، ربعه ديال السنيده، جوج معلقات ديال الماء الزهر والزبده. دابا نشوفو المقادير، واش معلقه ولا جوج على حسب. وصفار بيضه. دابا غادي ناخذ اللوز غادي نطحنو في ان دو تخوا المره الاولى، ونعاود ندير له السنيده، نخلط معاه السنيده ونطحنو الطحنه الثانيه، ونعاود المره الثالثه نضيف له الماء الزهر معلقه جوج معلقات ونطحنو الطحنه الثالثه، وعاد نتلاقاو. هادي دابا هادي دابا الطحنه الاولى، غادي نضيف عليها السنيده ونطحن الطحنه الثانيه. هادي الطحنه الثالثه، غادي نضيف عليها دابا جوج معلقات ديال الماء الزهر، وغادي نخلطها مزيان بحال اللي نعجنها، نردها عاوتاني تطحن المره الثالثه. دابا بعد ما طحنت الطحنه الثالثه، غادي نضيف لها صفر بيضه، معلقه كبيره ديال الزبده. الا خاصني نعاود نزيد انا نشوف عيني ميزاني، ها هي. وغادي نعجنها مزيان، هانتوما شتوفو كيف كتجي رطبه وزوينه. دابا هاد القياس اللي عندي ديال نص كيلو، غادي نحيد نصو، نص غندير به العشيشات ونص غنديرو غريبه. دابا هادي غادي نضيفو لها خميره وحده ديال الحلوه، قشره ديال الحامض، نص حامضه تقريبا، معلقه ديال الماء الزهر، ومعلقه ونص ديال الزبده مذوبه، وعندي نسكه حره بطبيعه الحال. غادي نخلط كلشي هنا. ديال الزبده ندير دابا غير معلقه ونشوف، حيت ما خصهاش تجيني معجينه جاريه. ندير معلقه ديال الزهر، نخلط هادشي كله، وغادي ندير بيضه واحده. انا ذقتها جاتني الحلاوه هي هذه، يعني بلا ما ندي زيت السكر. اللي بغى يزيدها مازال حلوه، لان مازال غتفن في السكر كلاصي، ما تحتاجش تزيد لها السكر. دابا غادي نضيف هذا الشيء، وغادي نجمع هذا الشيء مزيان نعجنها. غادي نزيد الزبده، لان في نص كيلو كنديرو 3 د المعالق، دابا انا عندي هنا 4 معلقه ونص، غنزيد شويه ونشوف. وغادي نزيد الزهر،
شويه خفيفه غزيدوها لها الفورس، الا جاتكم قاسحه غزيدوها الزهر. دابا غادي نجرب جويجات، غندخلهم للفران نشوفهم الى ساحوا، غادي نزيد الدقيق، الا جاوا مزيانين صافي غادي نطيب كلشي. هذه غندير لها هكا ماشي بحال ديال الكوك، وغادي نشعل عليها الفران من التحت، يعني تكون هي فوق العافيه ماشي بحال الغريبه البهله. ها هما دوك الجويجات اللي جربت، شفتو كيف جات؟ يعني غادي نقاد كلشي بحال بحال، صافي راه جايه مزيانه. ما يمكنش دابا نقيس لنا بقى فتيات سخونه بزاف، غادي نكورها ونديرها طيب. دابا كورتهم وغنديرهم في الفران يطيبوا، العافيه تكون لتحت وهما الفوق. ملي يطيبوا من التحت ديالهم غنهبطهم لتحت، هما طيابهم ماشي بحال الطياب ديال البهله، هادو شكل اخر كيطيبوا فوق العافيه. بالنسبه للحلوى ديال العشيش، غادي نحتاج لهاد العقده اللي زولت اللي مصايبه، غادي نحتاج بيض البيض، هو بقى لي نيت من هذا حيت درت غير هنا غير الصفر في العقده في الاول. غادي نحتاج صاشيه ديال الفاني ديال الزهر عفوا باش ما تبقاليش الزفره ديال البيض، وغادي نحتاج الورقه. الورقه هذه بطبيعه الحال غادي غير نكورها هكذا كويرات صغيورين ونقادها هكذا، كامله. وهذه غادي ندوزها في الماكينه ديال السباغيتي تخرج لينا خيوط، وهذه غادي نديرها مع الصاشيه ديال الزهر، غنديرها مع هذا مع بيض البيض. غادي نكور هادو كاملين ونقطع هادو ونتلاقاو. ها هي دابا الورقه دوزتها في هذه ديال السباغيتي بحال هذا الشكل هكا. دابا غادي ناخذ دوك الكويرات وغادي نبدا العمليه. دابا انا كورت هاد العقده ديال اللوز، درتها في بيض البيض والزهر، وغادي ندير لها هكذا نكورها هاد الورقه هكا على شكل عشيش، ونزلها في الطاوة. حيت هادي ملي كطيب كنسقيها بالعسل وكنديرها في كويرطات، كتجي زوينه بزاف معسله باش نبدلو شويه ديال المنظر، ماشي غير صابلي وضريبه، نديرو حتى شويه ديال هكا المعسل. هيا دابا بعد ما خرجت هاد العشيشات غادي نسقيهم بالعسل، نحدها سخونه، هي تكون سخونه والعسل بارد باش كيقبض فيها. غادي نحاول نجمعهم، نخليها تشرب وغادي نديرها في الكويطات، نقدمها بطبيعة الحال مع الحلوة اللي صايبنا. دابا غادي نديرو مع بعض غريبة البهلة، غادي نحتاجو في المقادير نص، عندي ربعة ديال الزيت الرومية زيت المائدة، عندي 188 غرام اكزاكتومون ديال سنيدة، عندي نص كاس ديال اللوز ها هو مطحون، نص مطحون مزيان نص راه هو باقي فريتيتات، عندي خماره ونص ديال الحلوه، خماره ونص صاصيو ونص ديال 8 غرام، يعني 8 و 4 12 غرام عندي، وعندي الدقيق ديال الحلويات اللي هو نص كيلو، عندي قريصه ديال الملح كنديرها ديما مع الطحين،
غادي نبدا كنديروا هنا اما سنيده واما سكر ثقيل. غادي ندوزوا للطريقه. غادي ناخذوا اول حاجه الزيت، غادي نخلطوا مع السنيده، نخدموا مزيان انا فين ما عبرتو فين خليتو. عندي السنيده هذه غادي نخدمهم مزيان. بشويه يذوب هاد السنيده ما تبقاش. غادي ندير هاد اللوز باش كيطلق النكهه ديالو. دابا غادي نبدا نزيد الدقيق شويه بشويه. ثم كتخدموهم ثم كتحكو باش كتجيك بحال الغريبه البهله المعروفه اللي بديك. هذه كتكون سهله ما فيهاش ديك بزاف هكا حيت من الديبار كدير. دابا غادي ندير صاشيه نخلي النص حتى التالي. دابا زدت الدقيق اللي بقى وغادي نزيد ديك النص الخماره اللي بقات لي. غادي نخلط غادي نوجد الطاوة اللي غندخلها فيها الفران. ما كيف كتشوفوا هاني جربت وحده درتها في الفران، شوفوا كيف تفرقعات. دابا غادي ندير النص في هاد الطاوة والنص في الطاوة العادية وندخلها الفران ونتلاقاو مع الصابلي حتى ونقادو الغريبة. بعد ما خرجتها من الفران شفتوا كيف كتجي مفرقعه وزويونه واللذه ديال ديك اللوز كتجي غزاله غزاله. كنتمنى تجربوها. مازال الطاوه الاخرى باقا ما خرجاتش، وهذه الطاوه ديال الخاصه بالغريبه ها هي خرجتها. شفتوا حتى هي كيف كتجي، كتجي غزاله بزاف. انتما البلاطو كيف جا وعواشركم مباركة وعيدكم مبارك سعيد وبالصحة والراحة.